فبين النبي صلى الله عليه وسلم ندعو لكم إن شاء الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن شاء الله محفوظين إن شاء الله ذهابا وإيابا خدمة التتبع الإلكتروني هذه ستتيح لنا متابعة حجاجنا أونلاين مباشرة من المراكز الحدودية أيضا من المدينة المنورة ومكة المكرمة نستطيع الاطلاع مباشرة إلكترونيا وتم شبك الكوادر الموجودة في الحدود في المدورة في الجيزة في معان أيضا في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة نعرف كم عدد الحجاج الذين دخلوا وكم الذين غادروا تجميع هؤلاء الحجاج وأيضا مغادرتهم إلى مكة المكرمة ومن ثم عودتهم مرة أخرى إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.